العمى أصفر فهولت على حالي. العمى إيه أحمر. إيوة فرج يا فرج، تعا شوي فرج. خير خير مين مات؟ كيف شاف لي هيك وشي أصفر؟ هيك لا أحمر. إمتى لحقتي تحمري؟ إمتى لحقتي؟ وشي أصفر كان لأني لابسة قميص أصفر يا فهيم. مرت عمي مالك رايحة لشي مطرح؟ لا. تفضلي ماما. هاتي تعال فرج. فرج شو مرت عمي رايحة؟ لا مالي رايحة، ضيفي القهوة لجوزي. جوزك بس بالقهوة أنا. إيه لا مرت عمي لا تقلي لي أصفر. شو هو؟ وش أمك طلعي أصفر ولا مو أصفر؟ صحيح ماما، ليش وشك هيك مثل الليمونة؟ وهيك أصفر. اقلبوا لي هالطرحة بقى. مرت عمي أنت لازم تروحي تعملي تحاليل. ها قومي قيمي بقايا ديناصورك وافتحي الباب. وانت روح غسل وشك ومشط شعراتك، بجوز جاي حدا يهنيك. يهنيني؟ على شو بده يهنيني؟ صباح الخير مدام كوثر. صباح الخير مدام فردوس. أهلين محروس. خير مدام؟ ليش وشك أصفر؟ هو علينا أنت الثاني حتى أنت. أهلين محروس. أهلين أستاذ سارة. شلونك؟ طلع لي وشي أصفر ولا مو أصفر؟ إيه فرج موتتني وأنا طيبة. قولي أي أي. خير مدام؟ لا فردوس خير. اطلبوا لي الدكتور. خير ماما شوفي شو صار لك؟ عن جد عم تحكي ولا عم تمزحي مرت عمي؟ شي سكاكين عم تنغص، اطلبوني الدكتور. ألف طلب مثل هالطلب. ماما الله يخليكي لا تروحي بتتركينا. لك لا تحكي هيك، روحي 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 اعملي لك كاسة زهورات روحي. ما بدي شي، تعي عدي جنبي. شو تقعد جنبك؟ روحي اعملي لك كاسة زهورات. طلبت الدكتور مختار وهلا جاي. ليكون هذا اللي تحاكم بقضية السبع قتلة. لا يا دكتور مختار عنده مشفى خاص. مزبوط هذا هو. لك شو مزبوط؟ الدكتور مختار بيروح بالاسبوع مرتين لبريطانيا. بيكون عم يتاخر بالشنطه.